شوف انا غنوري لك كيفاش تقيس القياس. انا نعمل لك الفيديو. شوف الكتاف من الطرف شوف الطرف من الطرف، هذه عندنا 42. شوف الكتاف 42، شوف من وسط الرقبة، من وسط الرقبة هنا كنزل المتر ياك، باش كتعطيني القياس ديال الكمام. كضبط من رز الرقبة، من النص ديال الرقبة كتهبط حتى الطرف اليد اللي خصك. عندي 81، هاي من وسط الرقبة نوز على الراس الكتاف هيدا ونزل، هادي عندها 81. شوف وغادي نعمل لي واحد القياس من الأحسن هنايا بين التلصيق ديال الكم، التلصيق ديال الكم مش كاين، بعض الوحدة كيكون غليطة ولا رقيقة باش ما تديرش التاو، تقلش التاو بزاف. هنايا حلبة هادي عندها 35، انتينا تشوف شنو غادي نعمل. هنا 35، ملي هود لو سو غدور لي الميترو هيدا على الصدر، على الصدر هيدا. شوف وغادي تدخل يدك هيدا، دخل يدك باش تعرف بان الميترو كيكون بعيد على الجسم بحال التو. هنا وقيس الصدر، عاود هود الوسط هنا مطاد الحزام، عاود نفس المشكل، كتدخل يدك مع الميترو بين الجسم والميترو وكتقيس لي. عاود الكاديره لابد تيس باش ما تجيكش مزيره اولا تجيك هنا، والساعه واخا نوسع شويه على اليد هيدا مع الحزام خصو يكون هناك القفطان، خصو يكون وسع شويه باش الحزام كيجمعو. ها شوف شنو كنعمل هنا، كندخل اليد حتى الجلابه كذلك غادي ندخل اليد باش نعطي له القياس هو هذا. والطول لابد كتعمل ديك الحزام هيدا كتخلي المترو ينزل في الارض، ولا كان عندك مترو 50 بحال هذا فيه مترو 50 كتقيس واحد 15 ولا 10 سنتيم باش كتكمل 65 ولا بعدا من الحزام مترو يوصل للارض. صافي يلا عمل هذا القياس هذا.